اهلا بحضراتكم من جديد. اللجنه المؤقته والتنميه المستدامه. اللجنه المؤقته حضراتكم تابعتوا، الاتحاد الدولي لكره القدم كان وافق على مقترح مصري بتشكيل لجنه مؤقته لاداره اتحاد الكره بعد قبول استقاله المهندس هاني ابو ريده ومجلس ادارته بالكامل. واول امبارح استقال ايضا اللي هو ثروت سويله من المدير التنفيذي لاتحاد الكره، واستقال المهندس عامر حسين رئيس لجنه المسابقات علشان تتاح الفرصه بالكامل للجنه الخماسيه المؤقته اللي بيترأسها الاستاذ عمرو الجنايني ومعاه نائب الرئيس الدكتور جمال محمد علي ومعاه الكابتن محمد فضل والدكتور احمد عبد الله والدكتوره سحر عبد الحق. دي اللجنه الخماسيه. انا فهمت كمان ان جميع رؤساء المناطق واللجان التي سبق تشكيلها في اعداد المستقلين وسيتم التعديل عليهم، ما عدا وليد العطار اللي انتقل، كان مدير لجنه شؤون اللاعبين تولى مهمه المدير. بس انا مش عارف هو يجمع بين الاثنين ولا ساب. لا هو بشكل مؤقت طبعا، بشكل مؤقت الموسم لازم يبتدي. صحيح. فلجنه شؤون اللاعبين لجنه مهمه جدا يعني. اذا هي اللجنه المؤقته اللي عليها مهام كبيره جدا واحلامها ومسؤوليات جسام. عندك منطوق التكليف بتاع الاتحاد؟ عرضناها الاسبوع اللي فات، لكنه هو اربع خمس مطالب. مع ان عايز بس ايه، نفسي يعني نتعرض لهم عشان هم دول مربط الفرس. شوف، هذه اللجنه رقم واحد تطلع باجراء التعديلات اللازمه والكافيه على النظام الاساسي للاتحاد. يعني اي تعديلات مطلوبه على لائحه النظام الاساسي لاتحاد الكره هذه اللجنه مفوضه بيها. رقم اثنين يعني تسيير العمل اليومي بالاتحاد، كل شؤون العمل اليومي بالاتحاد دي مسؤوليتها. رقم ثلاثه الدعوه لاجراء انتخابات على اللائحه الجديده على الا يكون من حق اعضاء اللجنه الخماسيه الترشح. ضبط ما يتم من تعديلات مع اللائحة الدولية بما يمنع التعارض مستقبلا، وتسليم مفاتيح الاتحاد للمجلس الجديد قبل 31 يوليو أو 30 يوليو أو لو قبلها لحين انتخاب مجلس جديد. أيهما أقرب؟ ما إدارة المنتخبات ده مش تكليف، هي دي مهمة طبيعية. طيب مؤكد اي تعديل في اي مكان بيبقى فيه ثلاث اربع ردود فعل. ناس بتبقى مرحبه ومتفائله، ناس بتبقى محبطه ومتشائمه، ناس بتبقى مترقبه ومستنيه ايه اللي هيحصل عشان تستطيع ان تقيم الامور. وفي ناس بقى بطبيعتها بتبقى مرتابه مما يحدث وقلقانة. ممكن المشاعر دي كلها تبقى مفهومة فور إعلان أسماء اللجنة، ولكن مع المؤتمر الذي أداره وقدم نفسه فيه الأستاذ عمرو الجنايني وهو صديق زملكاوي كبير. والأستاذ عمرو الجنايني أنا واحد من اللي كانوا مترقبين بقلق بصراحة، يعني اللي دريت بيه كنا بنقعد نغيظ بعض ونتكلم على بعض وفاهمين يعني هو بيعمل ايه مع السوشيال ميديا وكده. ولكن الحقيقة وللإنصاف ولصالح العمل في كرة القدم، بمجرد ما تم قراءة التكليف بتاع تعيين هذه اللجنة بدأ الاطمئنان يدخل قلبي. الناس دي جاية على حاجات محددة، والحاجات المحددة دي أستاذ إبراهيم كانت مطالبنا كلنا. يعني الاتحاد الدولي تنبه إلى أن في مشكلة في كرة القدم ما تتحلش إلا بالخطة الطريق اللي هو حطها في التكليف دي. أهمها العمل على إعادة صياغة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم وتعديل البنود التي تسمح
بالهيمنة وتمنع الرقابة. تخيل النظام الأساسي بتاع الجمعية العمومية بيسلب الجمعية العمومية حق الرقابة على الأداء. يعني كنت تيجي تقول إيه كويس، ما هو ده لو الجمعية العمومية تنبأت هتحاسب فلان وفلان، يتضح إن مش من حق الجمعية العمومية بنص التعديل اللي دخل عليها، وإن هي اعتمدت من الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي تنبه لهذا الأمر، وده بيدل على إيه؟ إن في رؤية للصالح العام تقود كرة القدم دلوقتي. هي إيه الرؤية وهو إيه جدول أعمال هذه اللجنة؟ ده كانت نقطة أولى تحدث عنها الأستاذ عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المؤقت حاليا، نشوفه. عندي حاجات أساسية لازم إن إحنا هنشتغل عليها. يمكن أول حاجة تسيير الشؤون الإدارية اليومية لاتحاد الكورة، طبعا الدي تو دي ده كله هيمشي إن شاء الله زي ما هو وأحسن بكتير بإذن الله. اتنين، مراجعة النظام الأساسي للاتحاد المصري ليتوافق مع قواعد ولوائح الاتحاد الدولي. اللي أنا وعدكم بيه يا جماعة إن كل ملف هيدرس هياخد حقه تماما من الدراسة، وما أوعدكم بيه إن هو التنفيذ الجيد، التخطيط الجيد الأول وبعدين التنفيذ الجيد اللي وصلنا للمكانة بتاعت الكرة المصرية. هو ده بقى البند اللي أنا بقول لك شديد الأهمية، والذي أكد الأستاذ عمرو الجنايني على إنه تكليف ما فيش طرف انك انت ما تعملوش، لازم هتعمله وهياخد حقه من التخطيط الجيد ثم دقه التنفيذ. ولان لما بقول هذا الكلام اي واحد انسان يعني يقود مكان يطلع يقول هذا الكلام بيلزم نفسه امام الراي العام، وهذا ميثاق بين اللجنه برئاسه الاستاذ عمرو الجنايني والوسط الكروي. وهتلاحظ ان في كل جملة كان في يعني تأكيد من جانبه ان انا هكون على درجة عالية من الحيادية والموضوعية في كل شؤوني، وان حتى وصل الامر فيه، انت فاكر لما قلت يا ريت كلنا نبعد عن السوشيال ميديا الفترة الجاية دي، اعتقد انه قالها، انا سمعتها منه، ان مش هتجدوا لي تواجد في هذا الامر. كل ده كلام يعني يا استاذ ابراهيم ان في حد عايز يتحمل المسؤولية وبيلزم نفسه أمام الرأي العام وحيحاسب عليها، هذا في حد ذاته يدعو إلى الطمأنينة ويدعو إلى تعالى بقى كلنا نصدق ونشتغل ونعاون بعض عشان نحقق هذه الأهداف. هل هيتم الشغل فعلا صح ولا بدون غرض؟ نشوف عمرو الجنايني. اشتغل صح وهتجتهد تشيل أي أغراض أو مجاملات من نفسك، ما تجيش هقول لك بقى إيه هيحصل، يا يا لأ هننجح إن شاء الله هننجح. وشوف فرحتنا وإحنا واخدين كاس كنا عاملين إزاي، شوف حتى حالتنا النفسية اللي بتأثر علينا في بيوتنا وين. محدش هيجي بعصا سحرية، كل اللي إحنا شايفين ان احنا ممكن ان احنا نعمله خلال الفترة اللي جاية هو السيستم والعلم والاجتهاد والالتزام. ارجع لاخر نقطة انا قلتها وهي الالتزام. لو كل واحد عمل اللي هو بيعمله بس كما ينبغي ان يكون، هنروح يا جماعة في حتة تانية خالص. انا عارف اللي بيقول لك انا جربتها قبل كده وحصلت، مفيش مره بتخيل نروح لبلاد تانية حصل لها مشاكل كتيره جدا الحمد لله ما حصلت لناش. يعني تاكيد زي ما قلت على انه المساله مش مساله انتماءات، هيكون فيها السعي الجاد والمجرد والشفافية والالتزام بتحقيق الحيادية المطلقة في العمل. كل ده كلام لما يطلع يتقال في مؤتمر أستاذ إبراهيم معناه
يعني الجملة المنطقية حاسبوني على هذا الكلام. فأنا ده يطمئن، يعني ده يخلينا نشتغل ونقول إيه، تعالوا نجرب نشتغل على الأهداف كلنا مع بعض. والله العظيم لو اشتغلنا على الأهداف يا أستاذ إبراهيم كلنا مع بعض ونسينا انتماءاتنا، والله سيحدث خير كبير جدا للكرة المصرية. شوفوا، عشان كده يمكن عنوان الفقرة دي اللجنة المؤقتة والتنمية المستدامة، لأنه دي فرصة تاريخية. احنا دايما كنا بنشتكي انه مجلس إدارة الاتحاد اللي موجود بيرتب للي جاي وبيظبط المسائل كلها على مقاسه هو، وبيعدل في اللائحة اللي تخدم أغراضه، ويبعد المنافسين اللي أشداء عليه، فبالتالي بيهيئ كل الظروف انه يستمر، لدرجة انه كان خلاص تقريبا عدل لائحة النظام الأساسي وشال بند الثمان سنين. أهم حاجة عشان يستمر بيفصل الجمعية العمومية على مقاسه بالزبط. اللي هي تقدر تجيبه باستمرار ويضمن انها دايما بيخدم على مصالحه هو. فانت عندك فرصه تاريخيه انك يجي لك تشكيل لجنه، اولا الفيفا اللي اقرها وشكلها، فبالتالي الفزاعه بتاعه الاستقواب الخارج بخ، ما حدش هيقدر يتكلم فيها، الفيفا هو اللي مشكلها او هو اللي موافق على تعيناتها، ان يكون عندها هذه الفرصه. لا والاهم والاهم يا استاذ ابراهيم ان هو اللي حاطط لها هدفها، تمام، تستمر لمده سنه وعندها جدول تكليف وعندها وقت كافي جدا انها تشتغل علشان تقدر تنجز حاجه، ولما تنجز حاجه بتنجز بناء تشريعي يشتغل عليه اللي يجي. هتعدل لائحه نظام اساسي فتدي فرصه ان انت هتهيكل المسابقات بشكل علمي ودقيق، هتدي فرصه اللي بعد كده يكمل. هتهيكل درجات المسابقات بشكل ما هواش فيه اهداف ولا اغراض انتخابيه بقدر ما فيه مصالح فنيه مباشره. كل اللي انت عايز تعمله من تخطيط لمدى ابعد دي تنميه مستدامه، هو ده اللي يضمن فعلا الكره المصريه تتطور وتتغير على مستوى الفكر مش على مستوى الافراد، ده يسيب ده وده يجيب ده وده يغيب دوره عشان يرجع تاني. الكلام ده مع لجنه زي كده هتحط تشريعات جديده وتبني ارضيه جديده نقدر نبني عليها احسن. عشان كده سيبكم من فكره كل الانتماءات، وسيبكم من منازعات الكلام والناس اللي كان ممكن بتهزر مع بعضيها، ده وقت الشغل والشغل اللي بجد. نشوف عمرو الجنايني وهو بيتكلم على حته الانتماءات والمسؤولين بين الاهلي والزمالك ازاي كانوا وحده واحده وازاي ممكن يرجعوا تاني. انا بس عايزه يعني عشان بقى نتكلم في النقطه دي ونقفلها خالص. بصوا يا جماعه، تعالى حاسبني وانا بتكلم على حاجه زي كده، تمام؟ وانا في شكل رسمي او على وسيله رسميه، بس ما ينفعش وانا بهرج مع واحد صاحبي تيجي تقول لي انت بتعمل كذا وبتعمل كذا. anyway خلينا بس ايه نتفق ان اتحاد الكوره هنتكلم على 90% من اللي جم مسكوا اتحاد الكوره يا من الاهلي يا من الزمالك. ما تقوليش لا اصل ده متعصب وده مش متعصب. بصوا بس، قبل انا يا جماعه ما اكون زملكاوي انا مصري، تمام؟ وكلنا وقبل اي حد اهلاوي ما يبقى اهلاوي هو مصري. كل ما هو اقدر اقوله لك ان هو تعال امسك فيا وقول لي في عدل ولا ما فيش عدل، في تطبيق لوائح ولا ما فيش تطبيق ولا لوائح، مالكش دعوه بقى. وليك عليا ان انا عمري ما هيحصل ان في كلمه هتطلع وانا متولي المسؤوليه والكلام ده، ولا يهز اي حد بشعره. اللي انا بقوله، انا يا جماعه بقالي 33 سنه بشتغل، تاني هقولها للمره انا والله العظيم عمري ما فشلت. واللي شاف برضه خطاب سياده الرئيس الاخير في مؤتمر الشباب قال كلمة جميلة جدا عدت على الناس كلها، انا ما قالك المجاملات. لا انا مش هجامل، انا لو جبت لي سكينة على رقبتي انا مش هظلم. انا اتعودت في شغلي انا لا بحب ولا بكره، واعتقد هو ده سر النجاح. بحب واكره، ده صاحبي اللي انزل اخرج معاه، ده صاحبي اللي اروح ازوره ويجي يزورني، تمام؟ اما شغلي فما عنديش تهريج ومفيش مهادنات لكل اطراف المنظومه.
واعتقد مع وجود الناس كل الناس المحترمه اللي موجودين في هذه المنظومه ان الكلام ده مش هيزعل حد خالص. ف تمسكني في ايه او تقول لي التزم معاك بايه؟ التزم معاك بالحياد، التزم معاك بعدم الكيل بمكيالين، التزم معاك بعدم مجامله اي طرف من اطراف المنظومه على حساب الطرف الاخر، هو ده اللي تحاسبني عليه. انما تقول لي فلان صاحبك وفلان مش صاحبك، معلش مع احترامي يعني كتير. يا جماعه كابتن محمد حسن حلمي، كابتن محمد حسن حلمي كان رئيس اتحاد الكوره، ها، واللي راح اداله صوته كابتن صالح سليم رحمه الله عليهم الاثنين. طيب ده اللي انا بقوله. تاني اكد تحاسبني على ايه؟ اذا كان في مجامله، اذا ما كانش في حياد، اذا ما كانش في، اذا كان في كيل بمكيالين. وقال تعالوا حاسبوني لو حصل كده. الثلاث حاجات اللي هو اكد على انه لن يكون هناك مجامله، سيكون هناك حياد، لن يكون هناك كيل بمكيالين، ثم دعا الى ان لو لقيتوا حاجه زي كده تعالوا حاسبوني. هنا مربط الفرس. ولذلك يجب عشان نكون مفيش مراهقة فكرية عندنا، ان احنا عمالين نقبل في بعض ونرفض في بعض على اسس عاطفية او اسس ان انت مرتاح او مرتاب. احنا شايفين شواهد قدامنا ان في تارجت حطه الاتحاد الدولي بيلزم بيه لجنة هنحاسبها على هذا التارجت، ومن واقع الالتزامات التي يعني ألزموا بنفس أنفسهم بها أمام الرأي العام. ده كلام محترم جدا ومقبول جدا، وقال لك مش هتلاقوا لي كلام، وهو ده الصح. يعني هو دلوقتي في حتته كل كلمة هتتقال على التواصل الاجتماعي بتاعه هتبقى محسوبة، وما أظنش أنه هو يعني هيهزر مع أصحابه وهو قاعدين مع بعض ماشي، ويخرج مع اللي هو عايزه زي ما هو قال. لكن أمام الرأي العام فليقدم نفسه كما قدم نفسه الآن، وباستمرار فليقدم نفسه كشخص مسؤول له يعني أمام الرأي العام التزاماته حسب عليه.